المؤتمر عن طريق السوشيال ميديا المنشآت، كانوا حاطين إعلان من أول ما بدأ، فالزيارة كانت جداً عظيمة، يعني نقطة التقاء الرواد الأعمال المستثمرين الأصحاب الخبرة كانت جداً يعني مثرية، حتى الحوارات الجانبية فيها كل شيء هنا كان عظيم. أنا كنت أتطلع أني أزيد معرفتي في مجالات البزنس بشكل عام بحضور المتحدثين الرائعين اللي أثرونا بمعلوماتهم، بالإضافة لأني أتطلع لعقد شراكات ممكن تخدمني في مجالي. أنا جداً سعيدة في النمو اللي قاعدين نلاحظه في عدة قطاعات وأوجه عدة، بالذات في مجال الاقتصاد والأعمال ودعم رواد الأعمال الشباب، اللي واحد من طرق دعمها منشآت. يعني أنا سبق واستفدت كثير من نوافذ منشآت، من المجال بشكل عام في منشآت، فأقدم لهم كل الشكر على دعمهم اللي يقدمونه، ونتمنى أكثر مزيد من الازدهار.